الامير ايه هو البايوتكنولوجي؟ البايوتكنولوجي هو بروجرام تبع الساينس من اسمه، هو بيولوجي وتكنولوجي. فانت بتحاول تحل المشاكل اللي موجوده عن طريق ان انت تبقى شخص انوفيتيف، او ان انت تبقى شخص مبتكر وتبدا تفكر في حلول بره الصندوق او اوت اوف ذا بوكس. يعني زي مثلا مشكله واجهتنا كلنا في 2019 كوفيد 19، مين اللي طلع الفاكسينز والبي سي ار او التحليل اللي احنا كنا بنعمله عشان نعرف اذا كان عندك كوفيد او لا؟ كانوا البايوتكنولوجيست او الناس اللي هم بتوع البايوتكنولوجي. ف هو ده البايوتكنولوجي. انا ما كنتش اعرف ان مصر فيها تخصص بايوتكنولوجي اصلا. بايوتكنولوجي اللي انا اعرفه موجود في ماساتشوستس ام اي تي، فلكن انه مصر يبقى فيها تخصص زي ده، ومش ده بس مساله الانبهار بالنسبه لي، هي مساله ان انا هيبقى في عندي خريجين في وقت من الاوقات هيتقابلوا مع الخريجين بتوع ام اي تي، وهيبقى في بينهم تبادل خبرات ومناقشات، وهيبقى في بينهم تبادل في الاوراق اللي بتتنشر، وانتوا الاثنين هتنشروا في نيتشر وهتنشروا في مش عارف ايه حاجات زي كده. فهيبقى جامعه مصري وهيبقى اكبر انستيتيوت للتكنولوجي في العالم. فبالمناسبه ما ام اي تي مليانه مصريين انت عارف. طب انت الخطوه الجايه بتاعتك ايه قبل ما اروح للفاصل؟ الخطوه بتاعتي ان شاء الله اللي جايه ان انا اخلص الجيش بتاعي ان شاء الله، ان شاء الله تجنيد ان شاء الله. انت خلص اخر سنه؟ اخر سنه ان شاء الله، وبعد كده اقدم على ماستر بره يعني. باذن الله.